أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أنا المصري بتاريخ 14/12/2011. ما زالت مصر مستمرة في كتابة سطور جديدة في كتابها السياسي أو في كتاب التاريخ السياسي أو تاريخها عموما في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 25 يناير المجيدة طبعا التي اقترب عيد ميلادها الأول دون أدنى حركة مرموسة في تطور البلاد سوى إطاحة مبارك وهذه الانتخابات الحالية. دوت كويس المرحلة النهاردة كانت كويسة ولا لا أو إيه اللي حصل فيها؟ هو ده موضوع حلقتنا، حلقة وثائقية عن المرحلة الثانية من الانتخابات، ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل. يا حبيبتي يا مصر، كلنا بنتمنى الخير لمصر، ولكن خلونا نبدأ سريعا بآخر الأخبار، وهي المؤتمر الصحفي الرئيس اللجنة العليا للانتخابات وتعليقه على اليوم الأول من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بعد الثورة. نشوف هو قال إيه ونرجع نتكلم عنه، أو نشوف نحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا في هذا الفيديو، ونرجع نكمل حلقتنا. سلبيات الجولة السابقة تأخر وصول القضاة. النهاردة تابعت من الساعة 7:30 صباحا عملية تحرك القضاة ووصولها. تبين لي من المتابعة الميدانية تأخر عدد قليل جدا 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 لا يذكر في الوصول. احنا اوراق الانتخاب سلمناها للقضاء اليوم السابق، فهو القاضي هو رايح ومعاه ورقه معاه، فيبقى فكره ان الورق ما وصلش دي مش موجوده. احنا عملنا قرار بتفعيل القانون وبتفعيل القرارات السابقه بمنع الدعايه الانتخابيه في فتره الصبر، واعتقد ان هذا القرار جاب نتيجه، يعني شايف الدعايه اقل كثير 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 مما كانت عليه من قبل. انما ما زالت بعض الاحزاب تلجا الى الدعايه الانتخابيه في فتره الصباح. وهذه الظاهره لا يمكن تلاشيها الا اذا تضافرت اجهزه الاعلام معنا، وتضافر الشعب نفسه معانا بتقديم بلاغات ضد هؤلاء المعتدين على القانون. لأن هؤلاء خارجون على القانون. صدرت 3 أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بتأجيل 3 لجان. واللجان دي قوائم، يعني ما فيهاش عادة، يعني اللجان دي إحنا بننفذ القانون وبننفذ الأحكام القضائية. الأحكام القضائية دي صدرت بالليل، وإحنا نفذناها بعد ساعة بالظبط من صدورها. الحكم الأول يتعلق بالدائرة الأولى، منوفية قوائم وأقسامها، قسم شرطة شبين الكوم، مركز شرطة شبين الكوم، مركز شرطة أويسنا، مركز شرطة تلا، مركز شرطة بركة السد، مركز شرطة الشهداء. الدائرة الثانية بحيرة، القوائم أقسامها، مركز شرطة الدلنجات، مركز شرطة كوم حمالة، مركز شرطة بدر، مركز شرطة وادي النطرون، اسم شرطة غرب النوبارية،
مركز شرطة إتاي البارود، مركز شرطة شبراخيط، مركز شرطة الرحمانيه. الحكم الثالث يتعلق بالدائرة الثانية سوهاج وأقسامها، مركز شرطة جرجة، اسم شرطة جرجة، مركز شرطة المنشأة، مركز شرطة العصيرات، مركز شرطة البليانة، مركز شرطة دار السلام، وتحدد لإجراء الانتخابات يومي 21 و22 ديسمبر 2011. طبعا انتوا حضراتكم عارفين ان الانتخابات في 9 محافظات اتكلمنا عنهم، عدد الناخبين 18,826,394، عدد القضاة المشاركين 12,150 قاضي بيشتركوا في هذه المرحلة. 12,150 قاضي، ده عدد القضاة اللي بيشرفوا على الانتخابات. الدعاية قلت، ويعني قعد يحكي لنا قد ايه العمل منتظم، ولكن وكمان قال انه يعني الدعاية اللي لسه فيها شوية دي او مستمرة على المواطنين هم اللي يبلغوا الجهات المسؤولة. كل ده جميل، ولكن هل القضاة بيشرفوا بنزاهة؟ هل القضاة مش بيساعدوا على التزوير؟ او هل القضاة ما بيدوش ارائهم الشخصيه للناخبين، او ما بيساعدوش طيار على حساب طيار تاني؟ ده اللي هنشوفه من الفيديو اللي جاي بعتته لنا الانسه ساره نجيب، بشكرها عليه لانه الفيديو يعني واضح جدا قد ايه القضاه ملتزمين الصراحه، وبعتذر جدا انه في اخر الفيديو دوت يعني شتيمه، بس انا مش ما رضيناش نشيلها لان هي خارجه من قاضي، بس يعني نشوف الفيديو ونرجع تاني. واحدة من الاخوان بتصوت للناس، وادي القاضي، حضرة القاضي واقف، وادي واحدة من الاخوان اهي بتعلم لهم، ادي واحدة اهي من الاخوان المسلمين بتعلم للناس. الله ينور. اهو تصويت جماعي في لجنة البراجيل. ايوه في تسويق جماعي. خلاص اللي بيشتم عشان الراجل كان بيصوره، محدش مخطئ بيحب انه الناس تصوره وتكشف خطأه يعني. وكان في واحده من الاخوان حسب ما ذكر في الفيديو بتساعد الناس، وشفنا قد ايه التصويت جماعي، يعني كذا واحده بيصوتوا مع بعض ومشتركين في الراي. واللي دقق قوي في الفيديو هيلاقي انه في اخر اللجنه قاعد شيخ، لو الكنترول روم بيشغله لنا تاني بس من غير صوت يا ريت، هنلاقي انه في اخر اللجنه قاعد شيخ ملتحي برضو يعني. فيبقى كل اللجنه نساء هم بيصوتوا، والثلاثه واقفين بيصوتوا في نفس الوقت، والقاضي واقف وبيشرح لواحده تصوت رمز ايه، وفي واحده ثانيه اهي محجبه بتساعد واحده منقبه في ان هي ترشح مين. هناك خالص في اخر الفيديو في شيخ قاعد واحده بتكلمه وبيقول لها برضو ترشح مين او كده. ادي يمكن وش الشيخ بان دلوقتي في اخر الفيديو خالص عند الشباك من الناحيه الثانيه، وبيجي القاضي يشتم الاخ اللي بيصور. يعني ده ايه راي اللجنه العليا للانتخابات او الاشراف القضائي على الانتخابات في مثل هذا الموقف؟ على فكره قانونا اللي حصل ده يبطل الاصوات في هذه اللجنه، مش في الدايرة، في هذه اللجنة بالذات، يعني قانونا ان الاصوات تبطل يعني، لانه في تلاعب، ودي لجنة البراجيل. لكن ما حدش مثلا قال لنا او طلع بتصريح. على فكرة الفيديو ده منتشر جدا على المواقع الالكترونية والصحف برضو نقلته. اما عن خروج المصريين والاعداد، نشكر الله ناس كتير جدا خرجت، ولسه غدا او النهارده في مصر، لان دلوقتي يعني يوم الخميس فجرا اثناء الاعاده، عشان لما ما بيشوفناش مباشر في اعاده هذا البرنامج هيكون التصويت لسه مستمر، التصويت هيفضل مستمر لغايه يوم الخميس 7 مساء. فيا ريت اللي في المرحله الثانيه محافظتهم في المرحله الثانيه ينزل يصوت.
نشوف أجواء الانتخابات كانت عاملة إيه في المنوفية وفي دائرة الرئيس مسقط رأس الرئيس السابق محمد حسني مبارك. من قناة الجزيرة نشوف التقرير ده ونرجع تاني. يتوافدون منذ الصباح الباكر على أكثر من 500 مركز اقتراع في محافظة المنوفية والتي تضم نحو 2,200,000 ناخب، مسلمون ومسيحيون، شباب وشيوخ، في انتظار التصويت على ألحان أغاني وطنية يبثها الجيش من مكبر الصوت هنا. أنا يعني قربت 50 وما نزلتش انتخابات نهائي، وأول مرة أنزل، ويوم الانتخابات لما كان بيبقى فيه انتخابات ما كناش بنخرج من البيت. يعني أنا زوجي له مشروع هنا في شبين، كنا يقفل ونقعد في البيت ما نخرجش خالص، لأن كان في عنف، كان في إجبار، ما كانش في ديمقراطية نهائي. بدأ الإقبال كثيفا في بعض اللجان، خاصة في الدائرة الثانية بالمنوفية والتي غاب عنها نائبها المخضرم الراحل كمال الشاذلي، بينما قل عدد الناخبين في الدائرة الأولى التي تشهد منافسة على مقاعد الفردية فقط بعد حكم قضائي بتأجيل انتخابات القوائم لجولة الإعادة. تم إرجاء قائمة الدائرة الأولى إلى يوم الأربعاء القادم بحيث أنه يبقى في العادة، وده غير مؤثر على العملية الانتخابية بل إطلاقا. أنا شايف من وجهة نظري الشخصية أن دي ميزة هتعمل في مرحلة الإعادة إقبال كثيف وشديد على الانتخاب كما هي الآن. ويتنافس مرشح الفرد بالمحافظة على 8 مقاعد، وتمثل القوائم 12 حزبا سياسيا في أجواء وفرت فيها القوات المسلحة تسهيلات للناخب. تسهيلات للناخبين، واتأجلت اللجنة لمرحلة الإعادة. كمان من ضمن الحاجات اللي حصلت النهاردة انه قاضي رفع الطبانجة بتاعته في وش احد المرشحين واحتجزوا. الموضوع ده من اليوم السابع، رئيس لجنة يشهر سلاحه في وجه المرشح واحتجزوا بمنيا القمح. الموضوع انه احد شقيق احد المرشحين في منيا القمح تشاجر مع القاضي، فجه المرشح دوت بيحاول يتفاوض مع القاضي، ولكن يعني حسب الخبر بيقول انه بطريقه غير لائقه، فالقاضي اضطر يعني انه يطلع مسدسه وزي ما بيقولوا بالبلدي كده يثبت المرشح لغايه ما الشرطه تيجي وتقبض عليه. يعني ما عندناش تفاصيل لملابسات الموضوع، مين المخطئ ومين اللي على صواب، ولكن طب يعني ايه تأثير دوت على انتخابات هذه اللجنة؟ محدش عارف. طب هل حصل تجاوز مثلا في الاصوات او اسباب المشاجرة اللي كانت ما بين اخو المرشح والقاضي ايه؟ محدش عارف برضو. على العموم برضو كان في برضو مشاجرة في لجنة مدرسة شجرة الدر بالجيزة مما ادى الى اغلاق هذه اللجنة. نشوف في هذا التقرير ونرجع تاني. بعض الموجودين في اللجنة ان كان مشرفين او ايا كان ايه، يعني اللي حصل ان هم حد تقريبا استخدم القلم وعلم لاحد الناس الناخبين. فطبعا بعض واحد من المرشحين في المجلس عارف بالكلام دوت، فدخل معاه طبعا مجموعه معاه وشافوا الموضوع دوت، فاتصلوا بالشرطه وصوروا الواقعه وحولوا الموضوع كله، جاي جيش الشرطه وحد من الجيش وخدوا بقى اللجنه وقفلوا اللجنه خالص. انا مصور بالعربيات، في ناس عربيات مفتوحه، ميكروباص، والاخوه الافاضل حزب النور وحزب الحريه والعداله قاعدين فيها وشغالين زي الفل. سلمنا 2 الصبح من حزب الورد وحزب النور في مدرسه الشهيد عاطف السادات هنا، اتعمل لهم محضر كده ان هم قدام اللجنه بيوزعوا حاجات. طبعا اللابتوب شغال، عصاير بتتوزع عند مدرسه محمد كريم، ان يعني في موظفه تقف ورا الساتر، ينفع؟ ما ينفعش. موظفه تمسك قلم وتعلم وتروح وترجع تاني، وحاجات تتحط في قلب الصندوق. ما زالت التجاوزات مستمرة. دي كانت في مدرسة شجرة الدر بالجيزة، ويقول لك مسكوا ناس من حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الوفد، كانوا مستمرين في التجاوزات. ولكن لسه في انتخابات بكرة. أنا النهاردة بحاول أقلل كلامي في الحلقة عشان نعرض أكبر كم من الفيديوهات
عشان نوثق الحدث، ما يقولوش ان انتوا بتتكلموا خلاص او بتجيبوا اخبار من عندكم والكلام اللي انتوا عارفينه طبعا، لانه محدش عاجبه حد. فاسمحوا لي ان انا مش هطيل في الكلام. في تجاوزات في امبابة؟ اه في. طب شكلها كانت عامله ازاي؟ وهل هي من قضاء ام من احزاب؟ ده اللي هنعرفه في التقرير اللي جاي، ونرجع نكمل حلقتنا. انت خدت ايه ولا خدت فين؟ انا خدت في مدرسه ام المؤمنين في امبابة في مدينه العمال. ايه رايك في الانتخابات السنه دي؟ لا، حزب النور مسيطر، الستات المنقبات تبع حزب النور مسيطرين جامد قوي، مش مدين حد فرصه انه يفكر او يبقى رايح. مثلا اللي حاطه حد في دماغه هو رايح نسيه من كتر كلامهم وضغطهم على الناس. طب حصل ايه اللي حصل في اللجنه؟ اللي حصل ان اللي واقف على الصندوق انتخبي حزب النور، قلت له انا هعلم على الوقت، وفضل واقف ورايا وما شافني علمت على الوقت، راح سحب مني الورق. وعمل ايه؟ رحت للقاضي، انا اتخانقت معاه هو الاول، فما لقيتش معاه حل، رحت للقاضي اللي موجود، قال لي هو هيبيعها، ده مش هيبيع، ده حطها في الصندوق. قلت له طب لو سمحت اديني ورقه غير، حطها انا بايدي عشان انا اقتنع ان انا حطيتها بايدي. فقال لي لا، احنا اصلا من الدق مش تبع هنا، احنا مش تبع حد. فمشيت، فما لقيتش معاهم حل ومشيت. وحصل الكلام ده مع حد تاني ولا انت بس؟ ما اعرفش، ولا هم بيدخلوا اثنين او ثلاثة بس في اللجنة عشان ما حدش يعرف ايه اللي بيحصل دول. انا اسمي رجائي فاروق ولسه طالع من اللجنة الانتخابية. ايه رايك في الانتخابات النهارده؟ الانتخابات فيها انتكاسات رهيبه، حزب النور بيوزع ورق على الناخبين بالارقام على ورق حزب النور، على تعريف اللجنه بتاعته رقم الكشف، واللجنه اسمها حزب النور، ودي مخالفه قانونيه. اتمنى ان اللجنه العليا للانتخابات تراقب بجد بقى، اتمنى. لسه الانتهاكات شغاله، ولسه اللي بيدعوا انهم يتحدثون باسم الدين ماشيين في مخالفه القانون. هتقول له طب ما انت كده مش صادق مع نفسك، ده انت بتخالف القانون. هيقول لك ما هو القانون مش من شريعة الإسلامية، فأصلا يجب مخالفته. هيطلع لك مبرر. يعني اسمحوا لي أقف شوية في الموضوع دوت، لأنه فكرة أنه الدولة الدينية أو ذات المرجعية الدينية الإسلامية، كل ما تيجي تتكلم مع حد، طب ما احنا كان عندنا تجربة مثلا افغانستان وكان حكم اسلامي طالبان، هيقول لك خطأ في التنفيذ مش خطأ في المبدأ. هتقوله ما في اهو في السعودية، هيقول لك خطأ في التنفيذ ومش خطأ في المبدأ. ايران خطأ في التنفيذ خطأ مش خطأ في المبدأ. تيجي تقوله ايام العثمانيين وايام وايام وايام، يقول لك خطأ في التنفيذ مش في المبدأ. بيفكروني بالظبط، يعني اسف في التشبيه، ولكن هي دي الحقيقه. يعني هو ده المثل اللي جاي لي او حاضر في ذهني الان. البنت اللي طول عمرها بتسمع وتشوف في الافلام وتسمع من زمايلها انه الشاب بيخش يتعرف على بنت، يبتدي يغسل دماغها في انه هو بيحبها والكلام المعسول دوت، بعد كده يبتدي يطبعها بطبعه، يبتدي يسحبها ما بين صحابها من صحابها واحده واحده، ويخليها تمشي معاه يعني طاعة عمياء، وبعد ما ياخد اللي هو عاوزه منها يرميها. كل بنت سمعت عن قصة شبيهة أو حالة شبيهة، ولكن لما تيجي هي تقع في الموقف تقول لك لا، أصل حبيبي مختلف، حبيبي مش زي كل الناس، حبيبي مش عاوزني أعمل كذا. كويس أنه يعني أنا مش بحرض البنات على الشباب على فكرة، بس هي نفس الفكرة، أنه أنت عندك فكرة أنه في ناس بتخش بكلام معسول ياخد ثقتك الكاملة، بعد كده يخليك تطيعي طاعة عمياء، بعد ما ياخد اللي هو عاوزه بيرميكي بمعنى أصح. هي نفس الناس اللي بتتاجر بالدين وبتتكلم باسم الدين، تخش بكلام كويس، بعضهم بيخش بكلام متشدد زي السلفيين مثلا، والاخوان تدخل بكلام معسول يبتدي يجذب الناس. يعني الاخوان دلوقتي يعني كبار المفكرين يقول لك ايه، الاخوان اكثر اعتدالا من السلفيين، خلاص بقينا نختار ما بين اخوان ولا سلفيين. فيبتدي يخش بكلام كويس، تبتدي الناس تديله صوتها، بعد ما يوصل الى الحكم بطريقه ديمقراطيه يكسر الديمقراطيه ويكسر السلم.
احد الصحفيين قال لك ناس بتطلع على السطح او على الحكم بالسلم بعد كده يرصفوه بعديها. تيجي تقول له ما احنا عندنا اهي يعني فرع جماعه الاخوان في فلسطين اللي هي حماس بعد ما وصلت بطريقه ديمقراطيه للحكم يعني بعد ما الحكومه بتاعتها انحلت اعترضوا وخدوا غزه لوحدهم يقول لك لا 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 مصر لها حاله فريده. هو انا مشبه الاثنين بنفس الموقف. بنت دايما تسمع عن قصص ازاي الشباب بي 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 بيخدعوا البنات بكلام معصول وحب وبعد كده يرموها، والشعوب اللي بتتكلم على دولة بمرجعية دينية عندهم تجارب وعندهم رؤى وعندهم قدامهم الحقائق، ولكن يقولك دايما لا خطأ في التنفيذ مش في المبدأ، أصل مصر لها حالة فريدة. ما نتعلم من التاريخ. عندك مصر أيام محمد علي ما هي كانت دولة مدنية ومتقدمة، مش هقولك أيام الفراعنة. المهم كان برضو في تسريب لبطائق الانتخابات في فاقوس قبل بدء الانتخابات، ده من اليوم السابع انه عثر المواطنون بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية على استمارات الانتخابات في الشوارع، وراح المواطن طارق محمد الى اسم الشرطة في فاقوس وحرق محضر رقم 2910 بالموضوع، ولكن مفيش اي اجراءات اخذت. ده كان من اليوم السابع. في برضو يعني لجان شعبية لتظبيط أو تنظيم الطوابير الانتخابية التي يعني فاقت طوابير العيش والأنابيب، ودي يعني أحسن حاجة حصلت في الانتخابات إن الناس نزلت، حتى الناس اللي بتقولك ده هم نزلوا مش عشان ممارسة الحقوق السياسية دول عشان بس الغرامة، حتى لو إيفن نزلوا عشان الغرامة هذا يعني فضل يحسب انه المصري نزل يدلي بصوته. نشوف الفيديو اللجان شعبية لتنظيم الطوابير ونرجع تاني نكمل حلقتنا. لا 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 احتجاج بس كلام بس. دي كانت التوابير، ونشكر ربنا انه في مصريين كتير بينزلوا، ولسه اثناء اعادة هذه الحلقة هتكون اللجان مفتوحة، ياريت اللي في التسع محافظات بتوع المرحلة التانية ينزل ينتخب ما يقعدش في بيتهم ويقول وانا مالي. برضو من الفنانين كتير نزلوا يدلب اصواتهم، كان من ضمنهم الفنان الكوميديان محمد هنيدي، وكان في تصوير معاه من اليوم السابع. نشوف هذا الفيديو ونرجع تاني. النجم الجميل محمد هنيدي، برحب بيك معانا لاول مره على شاشه التلفزيون اليوم السابع. عايز اعرف النهارده نازل في انتخابات المرحله الثانيه بالجيزه، عايز اعرف انطباعك وتقييمك للعمليه الانتخابيه من ساعه ما جيت انتخاب. زي انطباعي المصري عاوز نازل طبعا وفرحان جدا جدا، كل واحد بينزل ينتخب وعارف ان ده وزن فالحقيقه يعني متوسع. اول مره انتخابات نزيهه طبعا. طبعا اول مره انتخابات نزيهه واول مره كل واحد يشعر بالصوت. بالنسبه ليك كان اول مره برضو ان انت تنزل تشارك في الانتخابات وكده؟ لا ثاني مره، بس الفعل قبل كده نزلت ثاني مره، كل مره اسعد من الثاني. المهم ان شاء الله كل خير، وهي تمت بالفعل على خير، فرحه ونظام عظيم جدا وشعب واعي جدا. كلمة أخيرة بس، هل أنت حابب تقول أنت صوتت لمين أو حاجة، ولا دي حاجة أنا شايفها خاصة بيك؟ ده كان محمد هنيدي ورأيه في الانتخابات، وأما عن رأي المصريين أو عموم الشعب في مصر أو جزء من الشعب سموهم ما شئتم يعني، ده تقرير من قناة الحرة عن الشعب المصري البسيط في الانتخابات، ونرجع تاني.
عشان أول مرة يعني يكون في اختراع انتخابات في مصر، فأكيد هو إحساس جديد. يعني أنا فاكرة إن الانتخابات اللي فاتت كانت الدنيا كلها ما فيش أي حد، والناس خايفة من البلطجية وما فيش أي حد أصلا في الشوارع. فلا، هو إحساس كويس إن إحنا عندنا الحق إن إحنا نختار اللي إحنا عايزينه. أنت بقالك واقفة قد إيه في الطابور؟ نص ساعة. اللي حصل في المرحلة الأولى لا يتم في المرحلة الثانية، وبنتمنى إن الانتخابات تكون سليمة نزيهة شريفة، وأن تأتي بعناصر طيبة مثقفة واعية من خلال الثورة اللي قامت من شباب مصر اللي قضت على حكم فاسد وحكم طاغي، وإن الانتخابات السابقة كانت عبارة عن تعيينات دون انتخاب حر مباشر بالديمقراطية اللي احنا بنتمناها. نتمنى أن تأتي هذه الانتخابات بأناس مثقفين واعيين عن المشاكل أو بالمشاكل المصرية أو مشاكل المواطن، ويكون فعلا فاهمين أو مقدرين حجم مسؤولية نائب الأمة أو نائب الشعب في التشريع والمراقبة ووضع الميزانية. أما عن رأي المهندس الاستشاري ممدوح حمزة في المجلس الاستشاري المكون والأحزاب الدينية، فهو قال أن المجلس الاستشاري مجلس تعليل يبطى، وأن حزب الوسط يعني آسف في الكلمة ألعن من الإخوان، لأنه بيستخدم كلام معسول أكتر من الإخوان بتستخدمه، فالاثنين زي بعض. نشوف هذا التقرير ونرجع تاني. جزء سياسي بدي أسلم، فإن كنا مسلمين بس هم قرروا يتاجروا بالدين، فيجب واخدوا اكتر من حقهم. لو استمرينا بنفس الاتجاه هيحصل ايه؟ هيطلع برلمان غير متوازن. اجابته واحده، انا عايزه متوازن. يبقى لازم بالضروره يتوازن، يبقى في خطه مصريه. امال ايه تاني؟ لا، في ثوره مستمره، مفيش غير العدل والوسط. العدل والوسط. عايز اقول لك حاجه، العدل ما عندوش معنى، الوسط من وجهه نظري يعني. لا، انا مش عارفه ليه من وجهه نظري، حاسه ان هو كويس يعني. لا بالعكس، ده اسوأ. أسوأ من الحرية والعدالة؟ جدا. مش حاجة أسوأ. عارفة ليه بقى؟ الحرية والعدالة كاشفين وشهم. يمكن النور السلفي اللي بيحصل من الحرية والعدالة. يا هانم، الحرية والعدالة قالوا احنا ايه وعاوزين نعمل ايه؟ انما الوسط يستتر خلف جدار لا يمثله. وعاوزين نعرف رئيس الوسط سافر كام سفرية في ال 24 شهر اللي فاتت لمنين، وجاب تمويله منين؟ بس خلاص. يجاوب على الأسئلة دي ابقى خدامه. محمد دي برضه مع حضرتك يعني. إيه؟ انا عندي طالع في الحياه اليوم دلوقتي، فلازم اجي. طيب يعني دقيقتين بس. قولي يا هاني. انا بس عايز اسال حضرتك، انتخبت ولا لسه؟ انتخبت خلاص. طب قللت صوتك يعني، حضرتك شفت اي حد اي تجاوزات النهارده حصلت؟ لا 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 لا، 100 فل. الشعب يستمتع بديمقراطيته. فاكر عملت مؤتمر مصر الاول، قلت الشعب يحمي ثورته، الشعب يستمتع بديمقراطيته. طب وايه رايك؟ انا قلت رايي من اعتذرت عنه. طب ليه حضرتك اعتذرت؟ سبب الاعتذار؟ لان المجلس اللي مشكلينه ده لا يمثل الثوره، ده يمثل تعليل يا بطه. هذا المجلس يمثل تعليل يا بطه، ده اخر كلام قاله المهندس الاستشاري ممدوح حمزه. اما عن الاخبار اللي معانا من وكاله رويترز، كاتبه النهارده الاسلاميون يسعون لترسيخ مكاسبهم في المرحله الثانيه للانتخابات. تفاصيل الخبر اللي عشان ما اطلش على حضراتكم، انه رصدت وكاله رويترز انه كل الاحزاب الاسلاميه اللي هم النور والحريه والعداله والوسط وما شابه ذلك بيسعون الى تحقيق مكاسب اكتر عشان يرسخوا مكاسبهم الحقيقيه في المرحله الاولى، وكمان الريبلاليين بيحاولوا يكون لهم صوت مسموع في الانتخابات. رصدت انه مثلا اللواء حمدي بدين بيقول ان الجيش سيتصدى لاي محاوله من اي حزب او مرشح في التعدي على القانون بالدعايه امام اللجان، ودينا شفنا معانا الفيديوهات اللي كان فيها التجاوزات. مش عارف اللواء حمدي بدين بيطلع تصريحات ملهاش دعوه بالواقع خالص، او يمكن قال لك دول اجانب نضحك عليهم بكلمتين، يعني مش عارفين انه الاجانب ده بيقرا خبر من عندهم مصريين اللي شايفين ارض الواقع فيها ايه. ده كان مجمل الاشياء اللي حصلت في الانتخابات النهارده في المرحله الثانيه. ولكن من ضمن الاخبار اللي طلعت النهارده انه المحكمه العسكريه حكمت على مايكل نبيل سند اللي كان مقبوض عليه في تهمه سب وقذف المجلس الاعلى للقوات المسلحه او الجيش بسنتين سجن. نشوف تقرير من المصري اليوم عن الموضوع دوت ونرجع تاني. حكم العسكر يسقط، حكم العسكر ادي مفهومهم ليه.
ادي مفهومهم للحريه، المحاكمه العسكريه، المحاكمه العسكريه. النهارده يوم كان جلسه النطق بالحكم بتاعت مايكل، تاني مره تتاجل، المحكمه العسكريه فضلت تاجل جلسات مايكل للمره التاسعه، دي المره التاسعه هنيجي في خلال شهرين عشان قضيه مايكل. انا بصراحه عمري ما شفت في حياتي ان قضيه بتقعد تتاجل 9 مرات، كل ده لسببين، اول سبب عشان يضغط على مايكل ان هو يعمل يفك اضرابه، تاني سبب ان هو كانوا طلبوا منه ان هو يكتب اعتذار للمشير بتاريخ من يوم 1/11، كان عنده جلسه قالوا له اكتب اعتذار للمشير وهنطلع قرار افراج، وكان عندنا تعليم يعني كان عندنا كلام من بره يؤكد لنا ان مايكل كان فعلا ناوي يطلع النهارده لو كان كتب الاعتذار. مايكل رفض ان هو يكتب الاعتذار ده وقال انا ما اعتذرش للمشير، انا ما اعتذرش للمجلس العسكري، المجلس العسكري اللي عمل جرايم وعمل مذبحه مزبيرو وقتل الناس بالتحرير اخواتنا، انا ما جيش اقدم له اعتذار النهارده، لما المجلس العسكري لازم هو يعترف على كل الجرايم اللي عملها في ميدان التحرير ومذبحه مزبيرو. لحد النهارده كان يوم النطق بالحكم، القضيه ما كملش 3 دقايق، القاضي دخل، طبعا احنا ما كناش كلنا متوقعين الحكم اللي بيحصل دوت، الحكم كان 2 سنين بغرامه 200 جنيه وان هو يدفع مصاريف 300 جنيه على المحامي المنتدب اللي احنا ما كناش موافقين عليه. احنا الشعب الخط الاحمر، احنا الشعب الخط الاحمر. قول لي يا ضابط ايه افكارك، قول لي يا ضابط ايه افكارك. الاجراءات الجايه طبعا احنا دلوقتي انا شايف ان اي حد بيرفع قضيه ولا اي حاجه بتيجي طبعا للقضاء العسكري. مايكل لما اتقبض عليهم 4 فبراير واتفسك على ايد الجيش برضو، لما جه رفع قدم بليغ للنائب العام اتحول على المحكمه العسكريه، فازاي المحكمه العسكريه هي اللي يعني هي القسم وهي هتحاكم برضو، يعني هي طرف قضيه وهي اللي هتحاكم. النهارده مايكل طلب مننا ان القضيه تبقى قضيه دوليه وهتترفع امام المحكمه الجنائيه الدوليه ومحكمه العدل الدوليه وهنبتدي ندوي القضيه. وبرضو انا بتمنى برضو ان الصحفيين والمدونين كلهم يبتدوا يهتموا بالقضيه بتاعت مايكل. ودي مفهومهم للتغيير، ودي مفهومهم للتغيير، سجن صغير يبقى كبير، سجن صغير يبقى كبير. يا حريه فينك فينك، يا حريه فينك فينك. ده كان الحكم على مايكل نبيل سند بـ2 سنين سجن من القضاء العسكري. من الوفد معانا انه مصرع ناخب بطلق ناري في السويس، ده انه الخبر بيقول انه لقى يوسف ابراهيم عيد احد الناخبين بالسويس مصرعه منذ قليل متاثرا باصابته بطلق ناري اثناء تواجده للادلاء بصوته بلجنه الموجوده بمدرسه محمد فريد بالقطاع الريفي بمحافظه السويس. بيقولوا ان الخبر من بوابه الوفد انه المصدر طبي اكد ان الرصاصه التي اصابت المجني عليه اخترقت بطنه وادخلته في غيبوبه، تطلب الامر الاجراء جراحه عاجله ولكنه الفظ انفاسه الاخيره عقب العمليه الجراحيه، و يعني تسلمت الجثه للجهات الامنيه. طب اللجنه ديت اللي تم ضرب فيها المواطن و وتم يعني قتله، ايه موضوعها؟ ما وقفتش ليه؟ طيب ما هو طالما في خناقه يبقى في تجاوز، طالما في تجاوز يبقى في شبهه عيب في صحه الاصوات في هذه اللجنه. طب ما سمعناش اللجنه العليا للانتخابات قالت اي حاجه عن هذه اللجنه. ونعدي ونسيب الموضوع على جنب ونشوف انه النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي حصلت انه في احد الناشطين السياسيين من يعني الفيديو اللي هنشوفه ده من المصري اليوم تم اختطافه لمده عده ساعات وتعذيبه واطلقوا سراحه. مين الناس اللي بتخطف الناشطين السياسيين؟ مش عارفين هل هما جيش، شرطه، فلول نظام، الله اعلم. ولكن نشوف الفيديو ده من المصري اليوم ونرجع تاني. حتى عايز يجي نواحي الزمالك؟ حصل ان انا نزلت من البيت واحد سالني قال لي فين مسجد دعوبه، اسمه مسجد قريب من بيتنا، فقال لي قلت وصفت له الطريق، قال لي لا تعالى وصلني، رحت معاه واحنا ماشيين اول ما وصلنا قدام المسجد اداني بكوع على دماغي، فلفيت كده بقى جاي هشتبك معاه مسك فيه اعرف بيعمل ايه كده. اتنين نزلوا من عربيه
كتفوني، واحد كتفني خلى ايدي شد ايده بحيث ان انا خلاها تخش على عيني، واحد شالني من رجلي دخلني عربيه، حد قعد على رجلي، التاني فضل ماسكني كده وكاتم بقي طول الطريق. فضلت العربيه ماشيه مثلا حوالي ساعه وصلنا، نزلوه بنفس الطريقه، دخلوا مكان وبعد كده خبط وحد فتح له، دخلوني اوضه كامل الاوض، قعدوا يسالوني اسئله كتير، نزلت التحرير امتى اسئله كده يعني. ف قلت لهم ان انا بنزل من 25 وحاجه زي كده. كان سالوني على اتنين صحابي، ما اول ما وصلنا ضرب وسح خربي او بيشدوني، انا بحاول مش عايز ادخل مكان خرابيش، ميات دماغي من ورا وكتفي كانوا ثلاثة. انا بقول النور كان، انا ما كنتش بشوفهم، انا كنت محصوص في كورنر وعليها سبوت وبضرب، ده ادوني بشومه وبعد كده كهربوني ورموا لي ورموا الموبايل بتاعي، قعدوا حدوا فيه وكسروا السيم كارد. بعد كده خرجوا سابوني مثلا حوالي نص ساعة. في الوقت دوت انا كنت عرفت هما، جبت الموبايل حاولت اوصمه، كان شاشته اتحرقت، انا كنت بعت مسج لما خدت الموبايل حاولت اوصمه جوه وكتبت من غير ما اشوف يعني، وبعتها لاي حد. كانت كويس ان انا طلعت لواحده صاحبتي، خرجوني نفس الطريقه، وعمل لي واحد شايلني من رجلي، ركبوني العربيه مشوا بقى 10 دقايق وبعد كده رموني في مكان. بعد ما فوقت عرفت المكان دوت العاشر، يا العاشر من رمضان يا الحياة العاشر. بعد ما ركبت مع بعد كده وقفت عربية، الراجل قال لي ان احنا كنا في العاشر، وصلنا حد العباسية، نزلت صحابي جولي بقى، ما كنتش عارف مين اللي خد. ده كان اختطاف احد النشطاء السياسيين ومحدش عارف مين اللي خطفه. المهم النهارده برضو من ضمن الحاجات الغريبه اللي حصلت انه حاله تسمم جماعي في اعتصام شباب امام مجلس الوزراء، وتم غلق الشارع القصر العيني شويه لانه كان يعني عدد كبير من المعتصمين تم تسميمه. القصه وما فيها انه في احد المتطوعين جه وزع على الناس حواوشي او اكل حواوشي يعني للمعتصمين، بعد ما مشيوا اكلوا جالهم جميعا حاله تسمم، فمش عارفين هل هي دي صدفه ام هي مقصوده. ده اللي هنشوفه في التقرير التالي ونرجع نكمل حلقتنا. حصل بالظبط كده، احد المتبرعات بعربيه نيسان صن الماضي قالت انها فعلت خير، سلمت في العاشر النهارده حواوشي ومنسوب في السيف. توزع طبعا حواوشي كالعاده، اي عاشر بتيجي توزع على المتظاهرين في المجلس الوزراء. فجاه حصل حالات سقوط، حالات تسمم بين العاده، وتعالج فور الكلام. ما تعالجش فور الكلام، مش بتراح من 70 مليون ممكن يعدي مليون، يعني في ناس خدت الاكل وخرجت منه. طب لسه في حالات تحولت على مركز السموم، مصر حوالي مستشفى أنا ميت ميت في الميدان، يا إما بالقنابل المسالة الدموع أو بالخرطوش أو بالحواوشي. مش قادر الصراحة يعني أكون رأي إنه هل ديت عملية مقصودة إن حد يجي حواوشي مسمم للمعتصمين، أم إنه أحد المتطوعين فعلا اشترى الحاجات ديت من مطعم فاسد، أم إنه يعني حد فاسد فعلا أراد بهؤلاء الشباب السوء. ولكن من ضمن الأخبار اللي معانا برضو فيديو من بوابة الوفد، صلح ما بين مسيحيين ومسلمين في المنيا كان على طار. نشوف هذا التقرير الصغير ونرجع نكمل حلقتنا. قام به من جهد في سبيل هذا الإصلاح وإتمام هذا الميعاد وهذا الخطب، وإلى السيد مساعد المشير السيد اللواء طارق البربوجي على ما قام به.
دعونا أتحدث في اليوم وفي الغد. أفاق السلام ترفرف علينا الآن، فدعونا نزهو بها بتدخل العقلاء وكبار القوم من أهل شارونة بين مسلميها وأقواتها. أنتم يا سادة زهرة المجتمع، لا يجب أن نقضي على إنسان دون أي مبرر، فلندعو كل إنسان يستقبل أجله دون أنتم يا سادة زهرة المجتمع، لا يجب أن نقضي على أي إنسان دون سبب. أما ماذا عن المجلس العسكري والشرطة العسكرية التي قتلت الأقباط في مزبيرو وقتلت الشباب الصوار في محمد محمود دون أدنى سبب؟ الله أعلم. هل حكمتم على أحد؟ الله أعلم. عملتوا قعدة عرفية ما بين الشرطة وما بين الأهل اللي ماتوا حتى؟ الله أعلم. لا محاسبة للمسؤول الكبير، ولكن تستمر الأعداد العرفية ما بين الناس وبعضها. يا رب دايما السلام يسود والمشاكل تقل وتبقى كل الأخبار مفرحة. نفسي لاقي في يوم أخبار مفرحة، ولكن يعني نرفزني جدا فيديو لأسامة هيكل وزير الإعلام السابق الذي أدار الإعلام المصري أثناء أحداث مذبحة مزبيرو بفشل باقتدار. الراجل كان زعلان أن الإعلام الخاص ابتدى يتكلم عن التقارير وعن الأحداث قبل ما التقارير توصل. يا سلام، والمفروض الإعلام يبتدي ياخد رأيك؟ هو المفروض أن أنا إعلام مستقل خارج نظام الإعلام الفاسد الحكومي أرجع أخد إذنك برضو؟ الراجل كان مع معتز الدمرداش بيقول انه دي كانت من الاشياء الغير لائقه انه التقارير توصل للاعلام قبل ما توصل له، وانه لغايه دلوقتي ما فيش حد استدعى للتحقيق عشان هي كوسه بكوسه. نشوف التقرير ده ونرجع تاني. لم يكن يليق باي حال من الاحوال انه الامر يتسرب لجورنان ولفضائيات اسمعه بالليل في الفضائيات، وانا الراجل المعني بالامر وانا اللي مشكل لجنه هاتوا لي التقرير الاول. طبعا هذا الامر كان حضرتك كنت عايز تتدخل في محتوى التقرير؟ لا اطلاقا. امال ايه؟ اطلاقا. واسالوا الدكتور صفوت العالم هو موجود. لا ايه المشكله ان هو ما طول عمرنا كصحفيين بيتسرب لنا امور وبعد كده تنشر بشكل رسمي؟ تتسرب منين بقى؟ تتسرب منين يعني؟ هو انا مش واخده اكتم عليه. امال ايه؟ بس ادبيا ما ينفعش ان انا اقول يا استاذ معتز انت النهارده مسؤول قدامي عن كذا وكذا وكذا وكذا، فتقدم لي تقرير. تيجي تقدم لي التقرير قبل ما تجيبه لي تكون بايعه او يعني مديه مسربه للقنوات بشكل او باخر. وبرده مش دي المدلله. بس هل تم تغيير انما أو هذا أو التقرير او تعديل محتوى التقرير، ولا هو التقرير فعلا؟ لا 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 لا, لا ولا دخلت فيه. ما دخلتش خالص. لا انا عايز اقول الصحافه موجود عندي. لو كنت تعرف، لو كنت تعرف انك هتجيب التقرير ده او انت هتتكلم معايا كنت جبته لك معايا، لانه ما كانش سر. المشكله لما جينا نعلنه في اليوم التالي لما جالي كان خلاص اعلن، يعني كان الناس كلها شافته، وبالتالي خلاص الموضوع منتهي. طب حضرتك اتقدمت ضدك بلاغات للنائب العام، هل ما سلت امام اي جهه للتحقيق؟ لا 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 الحقيقه، وانا وضحت ده وفي بعض يعني بس مش في الحادثه دي. كان في حوادث اخرى، لان انا بعتقد الحادثه دي كانت اتنقلت الاول النيابه العسكريه كامله. واعتقد انها رجعت تاني لنيابه امن الدوله يعني بعد التحقيق. يعني رجعت تاني اعتقد من اسبوعين. بس حضرتك بصفتك وزير الاعلام اللي متقدم ضده بلاغ، ما حدش طلبك للتحقيق؟ لا حدش طلبه او للتحقيق، ده من البلاغات اللي متقدمه ضده. عجب العجاب انه القضيه اللي دلوقتي بيحقق فيها لمذبحه مزبيرو موصفه انه هي اعتداء على الامن. عجب العجاب انه اسامه هيكل اللي كان فاكر ان الكرسي دايم، ونشكر ربنا انه مش قاعد على الكرسي دلوقتي وتم تغييره، لغايه دلوقتي ما بيتحكمش او ما تمش سؤاله حتى او التحقيق معه. عجب العجاب انه وزير الاعلام اللي كان رئيس تحرير لجريده معارضه وهي جريده الوفد قبل ما يكون ضمن الحكومه، معترض انه الاعلام بيبدا او بيعرف الحاجة قبل ما توصل له. عجب العجاب انه يفضل بعد الثورة مثل هذا الرجل في الاعلام المصري، ونشوف بقى تونس اللي زيها زي مصر
بدأت في ثورة زي مصر، شالت رئيسها زي مصر، ولكن الفترة الانتقالية ما كانتش زي مصر. ناس يعني ادونا مثل في خلع الرئيس قبلينا، وشكلوا لجنة تأسيسية في وضع دستور. أولا احنا مصر طبعا ليها خصوصية، مش عارف ايه هي الخصوصية في كل حاجة، لازم نخرج بره التراك ونعمل حاجة مخصوصة لينا. عملنا استفتاء على بيان دستور، هم اختاروا لجنة تأسيسية لوضع الدستور، احنا قلنا لا، انتخابات برلمانية الأول. هم عملوا رئيس مؤقت، احنا قلنا لا، مجلس عسكري ونعمل له مجلس استشاري. عارفين الرئيس المؤقت التونسي اللي تم انتخابه مين؟ المنصف المرزوقي. المنصف المرزوقي دوت مدني ريبلاري تم اعتقاله او نفيه الى فرنسا ايام بن علي. اسس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، وهو مش اسلامي. عشان الناس اللي بس تقولك ادي تونس خدها حزب النهضة فهتبقى اسلامية، حزب النهضة يمكن يعني اكثر مدنية من الاحزاب ذات المرجعية الدينية في مصر. نشوف تقرير عن الرئيس المؤقت التونسي، وعبال مصر ما يكون فيها رئيس مدني زي تونس. نشوف هذا التقرير. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن. هي لحظة تاريخية في حياة المنصف المرزوقي لم يكن يتخيلها ربما أكثر المتفائلين من حوله، تلك التي تسلم خلالها الرجل مهام رئاسة الجمهورية. لكن أحلامه أو بعضها كتب لها أن ترى النور يوما. في اخر المطاف كان عندي حق بان اتمسك بتلك المواقف والمبادئ اللي كانوا يضحكوا عليها. انا سموني دون كيشوت وسخروا مني وسخروا من فكرة المقاومة المدنية، وقالوا هذا انسان يعني متطرف، وانه هذه فكرة مقاومة مدنية والشعب الذي سينزل الى الشارع، هذه كلها احلام مثقف. ولد الرئيس الجديد عام 1945 في عائلة من الجنوب التونسي. والده كان من قيادي الحركة اليوسفية المعارضة للرئيس التونسي الأسبق لحبيب بورقيبة. في حياة الرجل لازمتان، الطب والسياسة. حصل على الدكتوراه في الطب وعلى العديد من الجوائز في الطب وحقوق الإنسان، لكن شغفه بالسياسة جعل منه واحدا من أبرز وأشد المعارضين في تونس، فكون حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سنة 2001 ودفع ضريبة النضال قبل أن يضطر للهجرة إلى فرنسا. تعرضت لكل ما يمكن أن يتعرض له الإنسان، يعني وقعت محاولة اغتيال، دخلت إلى السجن، طردت من العمل، حصرت في بيتي، وضعت في الإقامة الجبرية. لم أستطع أن أتحرك في الشارع إلا وراء الأوغاد بالسب والشتم والاعتداء اللفظي إلى آخره. عاد المرزوقي إلى تونس بعد الثورة، بعد رحلة في المنفى حرض خلالها على العصيان المدني وعلى كل وسائل النضال السلمي لإسقاط نظام بن علي. واليوم بعد تغير الأحوال واستلامه الحكم من سلفه فؤاد المبزع، يؤكد رئيس تونس الجديد أنه سيبقى كما يعرفه الناس. لا المظاهر ولا الأبهة ولا كذا، هذا لن يتغير مني، سأبقى المواطن التونسي البسيط. يعني لن أترفع ولن أتكبر ولن أخرج عن طبائعي الريفية. هذه تونس وتلك مصر، دي حصل فيها ثورة ودي حصل فيها ثورة، كلهم ماشيين على خط التطور، ولكن أنهي دولة فعلا اللي هتوصل للديمقراطية الحقيقية، أو هتحقق ازدهار ديمقراطي يشهد له التاريخ؟ أنا شايف تونس ماشية على خطة موضوعة ومعالم واضحة. أتمنى أن مصر فعلا كبلدي وكمصري أتمنى لمصر الخير، وعاوزها تسبق تونس وتسبق العالم كله في تحقيق ديمقراطية حقيقية. ما تكونش زي البنت اللي بيضحك عليها ولد بكلام معسول بعد كده يرميها عشان ما ياخدهاش تيارات إسلامية. يضحكوا على الناس باسم الدين وبكلام معسول عن الديمقراطية والحفاظ على الشريعة، بعد كده ينهوا الحياة الديمقراطية المصرية. عشان أنا مصري هفضل أقول يا حبيبتي يا مصر. أراكم في حلقة قادمة من أنا مصري. إلى اللقاء.